بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة بنستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتنا المتميزة في حل النماذج الاسترشادية اللي قامت وزارة التربية والتعليم بإعدادها ونشرها من خلال منصة التعليم المصري، على أساس أن أبنائنا الطلاب يتم إزالة الرهبة من نفوسهم ويتعودوا على أسلوب الامتحان، خاصة أن الأول مرة يقام امتحان في صورة امتحان موحد لجميع المواد في يوم واحد خلال ساعتين، والامتحان كله اختيار متعدد، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية عدد الأسئلة 35 سؤال. دائما وابدا بنسعد بآرائكم وتعليقاتكم وطلباتكم اللي احنا بنوضحها في الاعتبار الاستفادة منها، وبنجهز لها بعد ذلك فيديوهات تلبي رغبات حضراتكم. تعالوا بينا نبدأ مع بعض فيديو اليوم. بداية هذه النماذج سوف تجدونها في روابط أسفل هذا الفيديو في خانة الوصف أو الديسكريبشن، هيكون في رابطين، رابط انك تدخل على موقع الوزارة الرسمي اللي هي منصة التعليم المصري، بس بتقوم بإجراءات، بتسجل اسمك الاسم الأولاني فقط، بعد ذلك بيرحب بيك، ثم بتقوم بعملية البحث، وفي فيديو خاص بعملية التحميل موجود في قناتنا، أو انك تضغط على رابط الميديا فاير مباشرة يطلع لك موقع الميديا فاير وتقوم بالتحميل. سبق ان احنا قلنا ان الامتحان مدته ساعتين، بيشتمل على 5 مواد، الامتحان 35 سؤال اختياري. اولا بالنسبه للغه العربيه، معنى كلمه زهاها اي جملها، زهاها اي جمل، زهاها الصباح والحسن اي جملها. مضاد تنكر، مضاد تنكر تعترف، ان في العلا اسلوب توكيد، ان في العلا اسلوب توكيد. الفعل تنكر ده فعل معرب، اعراب الصبا فاعل، اعراب الصبا فاعل. من موضوع كبرياء طفل، مفرد العبارات العباره، مفرد العبارات العباره، مرادف اعد جهز. اتصف مصطفى كامل بالكبرياء، اتصف مصطفى كامل بالكبرياء. كانت مملكتي الوريث الشرعي لدوله اشور، مملكه الفرس هي الوريث الشرعي. كلمه هذا اسم مبني، كلمه هذا اسم مبني. ده 10 اسئله بالنسبه للغه العربيه. ننتقل الى اللغه الانجليزيه، عبارة عن 6 أسئلة. شي إز فيري ميسي، شي إز فيري ميسي، الإجابة الصحيحة هي ميسي، أند ليفز هير تويز أول أوفر ذا فلور. السؤال الثاني، كم أند سيت داون ذيس، هنختار سوفا، سوفا هي الإجابة الصحيحة، فور بيبول كان سيت أون إت. ثلاثة، شي ويرز أنايس، شي ويرز أنايس، هنختار رينج، شي ويرز أنايس، يبقى هو بيرتدي إيه حول أصابع خاتم، رينج أراوند هير فينجر، حول خاتمها أو حول إصبعها. داز يور فادر اللي هي تيك، الاختيار الأولاني، التصريف الأولاني، نتكلم على البريزنت سيمبل. السؤال الخامس، ماي أنت إز أ بيرسون، هنختار هو. السؤال السادس، هنختار يو ماست بوت ذا رابش، إذا اختيارنا هيكون هنا ماست. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدراسات الاجتماعية. أول من أنشأ الدواوين ومنها بيت المال هو الخليفة عمر بن الخطاب. القائد الإسلامي الذي قام بفتح بلاد تونس هو عبد الله بن أبي الصرح. نجح الصحابي عمرو بن العاص في فتح حصن بابليون. من الجبال الالتوائية بالوطن العربي جبال زاغروس. إذن زي ما احنا شفنا الدراسات الاجتماعية عبارة عن 5 أسئلة، ولكن الوزارة قامت بوضع 4 أسئلة فقط في هذه الجزئية، ومعظم الأسئلة بيتم تكرارها. بعد ذلك ننتقل إلى الرياضيات. الوسيط لمجموعة القيم 5 و2 و7 و13 و9، قبل ما نجاوب لازم نعرف إيه هو الوسيط. الوسيط لما يكون عندك مجموعة من الأرقام بتقوم بإعادة ترتيبها ترتيب تصاعدي أو تنازلي. إذا كان عدد الأرقام فردي فاللي بيقع في المنتصف هو ده اللي هيكون الوسيط، أما إذا كان عدد الأرقام زوجي فهيبقى عندي وسطين، ان على 2 وان على 2 زائد 1، ان المقصود به اللي هو عدد الارقام. اذا لما نرتب هتبقى 2 5 7 9 13، الاجابه 7. في الشكل المقابل، ميم نقطه تقاطع متوسطات المثلث ا ب ج، د ج د ج ب 12 سم، د ج 12 سم.
فعايزين نعرف جيم ميم هتطلع كام. ده الجيم ب 12 والنسبه بتكون 2 الى 1. اذا لما ميم جيم ب 8 ده الميم بيكون بنصها ب 4، يبقى اذا ميم جيم هتطلع 8، ميم جيم 8 وده الميم هتطلع 4. ا ب ج مثلث فيه ا ب بيساوي 3 سم و ا ج 7 سم، فان ب ج تنتمي الى هتنتمي الى الأربعة والعشرة، الاثنين مفتوحين بالطريقه ديت. 4 في المثلث ا ب ج قياس زاويه ب تساوي 90، قياس زاويه ج بتساوي 30، و ا ج بيساوي 10 سم، فان ا ب هتساوي 5 سم، ا ب هتساوي 5 سم. في المثلث س ص ع، اذا كان قياس زاويه س 50 درجه وقياس زاوية ص هيتساوي 60 درجة، فإن القطعة المستقيمة س ص هتكون أكبر من، هتكون الإجابة بتاعتي أكبر من ص ع. 6 حجم الكرة التي طول قطرها 6 سم هيساوي كام سنتيمتر مكعب؟ هيساوي 36 باي سنتيمتر مكعب. الإجابة هي 36 باي. طيب 2 و 5 فرق أو ناقص المجموعة 2، الإجابة الصحيحة هي ب اللي هي هتطلع 2 و5، 2 هتكون مفتوحة من ناحيتها و5 مغلقة. 8 إذا كان، ثم ننتقل إلى السؤال الثامن، إذا كان الخط المستقيم المر بنقطتين 2 وكاف و4 و7 يوازي محور السينات، فإن كاف هتساوي 7. آخر اختبار في هذا النموذج الاسترشادي هو العلوم. 5 تقع الغازات النبيلة في المجموعة او، الإجابة الصحيحة هي او. 2 تتفاعل العناصر الآتية مع الأحماض المخففة ما عدا الكربون، ما عدا الكربون. 3 تتكون الشهب في أنهي طبقة من الطبقات الأربعة؟ هتتكون في طبقة الميزوسفير، تتكون في طبقة الميزوسفير. 4 من الكائنات المهددة بالانقراض هو دب الباندا، هو المهدد بالانقراض. 5 يستخدم النيتروجين المسال في، في ايه يا شباب؟ نركز قوي في الاربع اختيارات، يستخدم في حفظ قرنيه العين. اخر سؤال في العلوم واخر سؤال في الاختبار، توجد الحفريات غالبا في الصخور الرسوبيه. كده احنا خلصنا الامتحان، ما ننساش نذاكر بجد واجتهاد، عايزين تركيز، الامتحانات كلها سهله ومباشره، ان شاء الله النجاح والتميز هيكون من نصيبكم، بس تابعونا في الثلاث اختبارات اللي احنا قمنا بحلها. اتمنى لكم التوفيق، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.